اهلا بيكم. الاسره مبدا مهم جدا في السمنه، هتحطي الاكل لاولادك اكل كتير هيتخنوا، هيبقى عرضه للسكر من نوع تاني، هيبقى عرضه للضغط، وطبعا السمنه وبتسرق يعني العمر بيجري بسرعه، واللي انت فاكره ان النهارده الاكل دي مش هتفرق، لا هي دي اللي هتفرق. لكن خليني اقول لك، لما السمنه تبدا مريض السمنه ده تحس كده، وانا لو عايز اعمل فيديو يرصد معاناه مريض السمنه، نجد انه مريض يمشي في سوق كبير وحوله عدد كبير جدا من الاصوات بيناديه من محلات كتير، وكلهم بيقولوا له تعالى، على اليمين محل شكله شيك جدا، الحق العرض عندنا، تعالى عندنا العشبه اللي بتخسس، عندنا العشب اللي جايبينه بتاع احلى شيء في الدنيا. يجرب، ياخد وقت، يضيع فلوس، يتعب، ما يخسش، ويكتشف انه هذا محل نصب. يمشي في الشارع بسمنته بمشاكله بصحته اللي عماله تتدهور، يلاقي محل تاني، الحق تعالى عندنا منتج فظيع جدا هتاخده، ولو راجل كل، لو انت جدع معلم وبتحب الاكل حاول تاكل، مش هتقدر. يجرب ولا يخس ولا كيلو، ويتعب ويتبهدل ويكتشف ان هو كان بيتعامل مع منتج تحت عنوان مضلل، مش صحيح، مش علم. وهو ماشي يكمل الشاي اعظم حاجة، وطبعا يلاقي واحد طالع له كده بلهجة مش مصرية، انك امام شاي يخسس كثيرا، انت يا معلم اللي كنت تعاني من سمنة. نعم كنت اعاني يا جون، ولكني اخس هذا الشاي فخسسني كثيرا جدا. عجبني جدا، انا من محبي مسلسل رائع جدا اسمه مسلسل اللعبة، بيعملوا العباقرة هشام ماجد وشيكو وثروت وفتحي، عباقرة، كل دول عباقرة، وناس تانية كتير في المسلسل عباقرة، كلهم عباقرة. عملوا مرة حلقة جميلة قوي، بيعملوا عايزين يعملوا فيديو كوميدي يعني، فعملوا فيديو كوميدي تريقة على الشاي الدكتور مش عارف ايه، ولقد كنت اعاني من ترهلات، وفتحي ده سكرة، احمد النجم الكوميدي الجميل احمد فتحي، فبيتريق. ناس كتير على فكرة مشيت في الطريق الشاي دوت اللي بيخسس وبيعالج السمنة، ويجيب لك واحد قبله، وفي ناس عملت جراحات سمنة وروجت للنوعية دي من الشاي. فالحق العرض ده نصب للصبح، الحق هتخس بالحزام الذي يعمل كده وينور اهو ويعمل لك كده، وتلاقي الدهون عملت معاه كده ثم ذهبت الدهون، ونجيب الحزام ونربطه ونقعد نعمل كده شويه ولا تروح الدهون ولا ملي. المانشيت النهارده الحق العرض، بس في حاجات تانيه فيه. الحق الحلقه مع الدكتور وليد ابراهيم. الحق العرض، مين فينا ما بيحلمش يبقى سمارت؟ لو راجل كل هتخس من غير ما تحس، وداعا للعمليات الجراحيه، بدايه اعلان تلفزيوني. وكأننا كلنا في إعلانات التلفزيون بنلعب على الوهم، مش عيب إن إرادتك تبقى ضعيفة، بس العيب إنك تجري ورا الوهم. هتخس من غير ما تحس ده وهم، هتاخد أعشاب وتخس ده وهم. الحقيقة إن أنت هتخس من غير ما تحس، بس ده عن طريق عملية، من غير ما يبقى فيه جروح، عن طريق تكميم سري، من غير ما يبقى فيه معاناة، لأنك هتحس بالشبع، لأن بنشيل مركز الشبع في العمليات الجراحية، بس برضه أنت لازم تشارك معانا ان انت تتبع تعليمات العمليه. الحق العرض وهتخس. ما نشوف ده طالع لمين، هجيبه بس مع منشط دكتور وليد ابراهيم. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ واستشاري جراحات سمنه والمناظير، استاذ جراحه السمنه بكليه الطب بجامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه الافسو. نورت. والحق كلمه العروض الوهميه دي كلمة ما زالت موجودة، يعني انت لو بتتابع هتلاقي ان العروض الوهمية للتخسيس بتزيد ما بتقلش. الانترنت طبعا، السوشيال ميديا، الفيسبوك، كل ده موجود. بس هل يعني كيف ترى الاعلانات بتاعت منتجات التخسيس اللي موجودة في كل حتة في العالم دلوقتي، مش في مصر بس؟ هي الفكرة ان زمان كانت العروض كلها على الحاجات النون انفيزيف،
الحاجات اللي ما فيهاش تدخلات جراحيه، الاعشاب، ادويه، الشاي، الاقراص، كلها حاجات عشبه بدي الدواء في ميه. انا شفت في قنوات محترمه ناس قاعده لا تمت للاحترام العلمي بصله بتدوب عشبه في ميه وبتوهم الناس ان دي بتخسس. جميل جدا. الناس دي على فكره يعني في قضايا اتعملت عليهم. تعالى بقى نمسك ازاي بيقولوا التطور الطبيعي لحاجه الساعة. التطور الطبيعي للنصب. في الاول كان اللي مسيطر على الاعلانات الطرق النون انفيزيف اللي هي الطرق الغير جراحيه في اللعب على خوف من العمليات الجراحيه. فبدا كل الاعلانات تبقى متوجهه وموجهه ناحيه كل حاجه غير جراحيه، اعشاب، اقراص، ما زالت موجوده على فكره. جميل. وفضلت كده وما قربناش ناحيه العمليات. لغايه لما حصل نوع من انواع الوعي، وانا شايف ان هو بصوره كبيره جدا عند المريض المصري اللي عنده سمنه والوطن العربي. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا لعبنا دور كبير فيه. ده حقيقي. احنا وقت ما بدانا يعني سواء في 2005 لما عملت او في 2011 لما القاهره والناس عملنا، الناس دي في الوقت ده في 2005 و2011 كانت الاعشاب مسيطره على عقول الناس بشكل كبار. ولما بدانا نتكلم على العمليات الجراحيه كاننا بنتكلم على حاجه من الفضاء. وما كانش فيه صوره وعي ان العمليات دي هتثبت نتائجها على ارض الواقع. فبدا يبقى فيه عمليات جراحيه وبدا يبقى فيه نتائج ملموسه على ارض الواقع. وبدا يحصل برضو نوع من انواع الترويج اللي مش مظبوط زي الاعشاب للعمليات. هو ده التدرج اللي حصل. لا اشرح لي الحته للنوع التسويقي. بمعنى ان احنا في الاول كنا بنقول الحق العرض ان انت تيجي تاخد العشب او عبوه وبعد أو كده بقى فيه عمليات جراحيه، بقى فيه برضو الحق العرض انك تعمل التكميم الفلاني او الحق العرض انك تعمل التحويل الفلاني المختلف عن التحويل الطبي المعروف، او ان احنا بنتكلم في حاجه زي قلناها قبل كده التكميم المغلف او التكميم النانو او تحويل المسار المعياري، اللي هو بقى فيه برضو نوع من انواع الحق العرض ده مختلف. في جميع الاحوال هو بيلعب على الوهم اللي جوه العيان. في الاول هو كان بيلعب على الوهم التسويقي ان هو خايف من العمليات فبيديله حاجات يخليه يحس انه دي مش عمليه ويبعد عن العمليه. ده في الاول خالص ابعد عن العمليه. فبدا يسوق للقصه دي عشان يبث جواه احساس ان هو لا اوعى تعمل عمليه. لما بدا وعي المواطنين يدرك ان العمليه نتائجها هايله كويس، فبدا مجموعه وهم طبعا يعني من الجونيورز يروجوا لعمليات جراحيه بمسميات مختلفه. في عمليات محدش يسمع مش على ارض الواقع يعني ومش معترف بيها. يعني مثلا يقول لك انا هعمل عمليه الفراشه، مفيش حاجه اسمها عمليه الفراشه. يقول لك انا ما اعرفش بقى التسميات التانية اللي انت عارفها اكيد سمعت عنها. في البكيني، في الساسي، في التكميم المعياري، في التحويل المعياري، وفي التكميم جي، وفي الفاظ كتيره. كل ده ملوش واقع علمي قوي. طبعا. وفي ثنائي التقسيم عشان يقول والله ان احنا ما بنعملش. احنا اتكلمنا حلقه اتكلمنا على الحلقه على واقعيه التي تدور حول ثنائي التقسيم. طبعا. فهي الفكره هو ليه كده، هو ليه جراحات السمنه دخلت في المنطلق التجاري؟ احتمال ان الوعي بقى زايد جدا بجراحات السمنه، او احتمال ان نتائجها بقت موجوده بصوره ملحوظه
على مستوى مصر والوطن العربي والعالم، احتمال عشان ما فيش نوع من انواع الرقابه. ده وارد وارد، وكله بيلعب على حاجات مهمه جدا في العمليات الجراحيه كتكميم او تحويل، انه بيلعب على الخوف من الاعراض الجانبيه. واحنا دايما بناكد ان انت كاي مريض هيبدا يختار انه يعمل تكميم او تحويل مسار، او ان هو بالاحرى يفكر ان هو ازاي يخس عن طريق عمليه جراحيه، انه يفكر في الطبيب وليكن، وده دي الطريقه المثلى لاختيار اي دكتور، يبقى فيه 3 4 دكاتره بيبدا على اساسهم يبدا يعمل سيرش. واهم معيار للدكتور زي ما احنا بنكرر دايما، المرضى، النتائج الحقيقيه لأسلوب الدكتور في التعامل مع الحالات. ده فيديو طبعا مشهور جدا، ده عشان بس يفهمنا ويورينا ان ده دي الجراحات الستاندرد دلوقتي. تكميم المعده او تحويل مسار ما بقتش تاخد دلوقتي اكتر من 25 دقيقه 30 دقيقه. تكميم المعده من العمليات اللي بنقلل فيها من حجم المعده، فبنقلل من السعرات الحراريه اللي داخله، وبنشيل قبة المعدة اللي هي فيها نسبة 95% من هرمون الجوع. اللي هو انت هتخس فعلا من غير ما تحس، لان انت مش هتحس بجوع. انت دايما اللي 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 اللي, اللي بيكسر عزيمتك في الرجيم هو الجوع. انا عندي سؤال مهم، سؤالين يعني. الرجيم؟ لا لا لا، بس انا عايز اقول حاجة مهمة في الرجيم. ما هي يعني حول الرجيم يعني. ايه اللي يضايقك كجراح سمنه حقيقه علميا يعني، من ان انسان يمشي طريق فيه نصب كتير وفي محاولات فاشله كتير؟ ايه اللي يضايق جراحه السمنه في كده؟ ده رقم واحد. ايه اللي يضايق جراحه السمنه في انه يتعمل عروض او يتعمل اي شيء اعلاني؟ تعال نعمل لك عمليه البكيني، تعال نعمل لك عمليه مش عارف بالطريقه الفلانيه. ايه اللي يضايقكوا يعني؟ انا بكلمك، انا عايز افهم. هو بالنسبه الاول والثاني، هو رقم واحد بالنسبه للعروض الوهميه للاعشاب او الاقراص او الكورسات، مما لا شك فيه ان هي بتعمل اعراض جانبيه على المعده. وفي ناس كتيره جدا دخلت في قرح متعدده مالتيبل ألسرز في المعده وفي الاثنى عشر نتيجه للحاجات دي، لان هي غالبا ما بتبقاش هيلسي. لان مش معنى ان هي واخده ترخيص مكتوب عليها ترخيص وزاره الصحه ان هي تخسس، لا، هي ممكن تناولها عن طريق البشر، يعني البشر ممكن ياخدوها، انما ممكن يكون ليها اعراض جانبيه كتيره قوي على المعده، ابسطها تقرحات وممكن يحصل قيء دموي. انا شفت حالات جالهم فشل كلوي حاد بعد تناول اعشاب، دي حاجة تانية. فهي ليها تأثيرات سلبية جدا على المريض. بتضيع وقت؟ بتضيع وقت. التأثيرات السلبية فيها أكتر بكتير من الإيجابية، مع انعدام التأثيرات الإيجابية. لأن في بديل للعمليات الجراحية من وجهة نظري أنا كجراح، في بديل. الرجيم الصحي. الرجيم الصحي وممارسة الرياضة. لو قدرنا نقدر نعمله في وقوة الإرادة. اللي بيخلي العيان ما يقدرش يكمل في الرجيم هي ضعف ارادته. زي ما قلنا في الفيديو، هو مش عيب، هو احنا في الاول والاخر هي بشر وهي قدرات. ما في ناس كمان حياتهم جنب الاكل، اللي شغال في مطعم واللي شغال حلواني، والنهارده عندنا كده، واللي بيته كله ناس بتحب الاكل، ما هو دول ارادتهم هشه. وفي ناس وظايفها بتخليها غصب عنها تاكل. في ناس شغاله على الـ على الـ على الـ على الكمبيوترز واللابتوب بتقعد 18 ساعه و20 ساعه، بيلاقي لك غصب عنه ان هو بياكل، ووظايفها بتحتم زي الطباخين والناس دي، بيلاقي نفسه. وفي ناس عندها مشاكل نفسيه بتلاقي نفسها ان ده المخرج الوحيد ان هو ياكل. ايوه، فهي عوامل متعدده، بس بتثبت فيها حاجه واحده، ارادتك ان انت تتوقف عن الاكل، وان انت تاكل اكل هيلسي، وان انت تمارس الرياضه، اللي هو تغيير البيهيفير.
الحاجات دي لو اتعملت وكان فيها صبور وملتزم ممكن يخس من غير عمليات جراحيه، بس البرسنت بتاعها قد ايه؟ انا من وجهه نظري ان البرسنت فيها قليله جدا، لا تتعدى من 2 لـ 5%، ومش عيب ان 95% التانيين عندهم ضعف في الاراده اطلاقا. ما هو في وسائل تانية، الوسائل التانية على ارض الواقع وبصوره منطقيه وبصوره علميه هي العمليات الجراحيه. ما فيش حاجه اسمها اقراص اعشاب او 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 حاجات سد النفس، الحاجات دي كلها ليها اضرار جانبيه. وزي ما انت قلت في ناس بيحصل لها فشل كلوي، احنا شفنا ناس عندها الكترولايت امبالانس، وناس دخلت في غيبوبه، وناس دخلت في مشاكل بعد كبيره عشان. قوي بعد الاعشاب. فده مش بيضايقنا ان احنا الناس بتلجا للحاجات دي كجراحين سمنه، انما بنبقى عايزين نوصل النقطه دي. والله انت تقدر تعمل باراده ونظام صحي ورياضه ان انت تخس، اوكي، وده هيلسي بالنسبه لك. لو ما تقدرش، الصح من وجهه نظرنا احنا كاطباء ان في حاجه اسمها تدخلات جراحيه. يمكن التدخلات الجراحيه من 10 سنين كانت محفوفه الى حد ما بالمخاطر، كانت العمليه بتتعمل عن طريق الفتح والجرح بيبقى كبير، اللي هي بدايات بقى من اول تدبيس المعده، وده اللي كان بيخلي العيان بعد العمليه بيبقى نفسه صعب لان في جرح موجود والجرح بيبقى كبير، فممكن يقعد في المستشفى 2 3 أيام. فده الى حد ما مع الالم بيخلي العيان لا كاشش انه يعمل عمليه. فبعد المنظار الموضوع بقى مختلف تماما، حتى طريقه عمل العمليه، عمليات السمنه، اوقات الفتح مختلف عن اوقات الوقت الجراحه بالمنظار دلوقتي، مختلف كتكنيك حتى. فالعمليه دلوقتي العمليه بتتعمل في 25 دقيقه تكميم المعده، العمليه ممكن يخرج بعد العمليه بساعتين. بس هذا الكلام غير ساينتفك طبيا، هو مش صح، وعشان كده لازم العيان يقعد 24 ساعه في المستشفى، لان لا قدر الله في حاجه اسمها رياكشنري هيمورج، اللي هو ممكن يحصل نسبه نزيف بسيطه حتى لو بنسبه 1 في الـ1000، وده بيحصل في خلال ال 24 ساعه اللي بعد العمليه، وبالتالي لازم العيان يبقى تحت الملاحظه لمده 24 ساعه. والعيان ليله العمليه بالليل بيشرب سوائل دافيه، وبعد العمليه بساعه او ساعتين بيبدا يتحرك، وبعد العمليه ب 24 ساعه ممكن ينزل ويسوق عربيه، وممكن يرجع لممارسه بالمنظار، لانها معموله بالمنظار. وبنسبه 99% دلوقتي حتى ما بقاش في درنقه اللي هي الخرطوم اللي بيتركب في اخر العمليه عشان لو في شويه بلاد او شويه دم او حاجه يطلعوا، ما بقاش في درانق. الجروح اتقلت بصوره كبيره جدا عشان نقلل حدوث الالم، لان هو مصدر الالم في جسمنا عن طريق الجلد، فكل ما قللنا عدد الجروح كل ما الالم بقى اقل. التكنيك بتاع العمليه من جراح للتاني بيختلف، ده مش نوع من انواع، بس ودي حقيقه يعني، مش نوع من انواع الترويج قد ما هو اي جراحات في الدنيا بتعتبر تروما. فتحه المشرط في الجلد دي تروما، كان خبطه، بيبقى في رد فعل من الجسم. كلما قلت التروما على العيان كل ما كان الريكفري بتاعه ورجوعه لحياته الطبيعيه اسرع بكتير. يعني كل ما قللنا الجروح فاحنا قللنا التروما، كل ما قللنا وقت العمليه كل ما قللنا التروما. لما بنقلل وقت العمليه بنقلل المده اللي بيتعرض ليها الجسم لادويه التخدير، فبيرجع اسرع. فتقصير مده العمليه ده مهم جدا، تقليل عدد الجروح بقدر كبير مهم جدا، ان زمن العمليه يبقى قصير مهم جدا. بس ده كله لازم يبقى في اطار كلمه مهمه جدا، الامان، سيفتي. يعني لو المريض ممكن اعمل له الجرح تكميم معده عن طريق 3 فتحات، وفي لحظه من اللحظات لقيت ان هو محتاج مش ان هو يتزود فتحه، لا قدر الله ان احنا نفتحه،
ساعتها هناخد قرار الفتح. فالحاجات دي كلها مهمه، ان احنا نقلل من مده العمليه، نقلل من الجروح، نقلل من الالم، كل ده عشان نرجع لحياته الطبيعيه بصوره اسرع بكتير مما كان عليه في الماضي. بس بين قوسين عامل الامان هو اهم عامل اللي على اساسه بنتعامل مع العمليه. مهم جدا خيبه الامل. خيبه الامل اللي عند مريض السمنه لما يمشي طريق يامل فيه ان هو يخس ويلاقي ان الطريق ده وهم، بيرجع بخيبه امل. في ناس كتير على فكره لوست، يعني فقدوا، مش فقدوا يعني لا قدر الله ربنا يعافي الجميع، خسروا حياتهم في الطريق ده، لا انا بتكلم عليهم فقدوا الامل فعلا وقعدوا في طريق السمنه مستمرين، قعدوا على حالتهم دول انهم فقدوا الامل. جرب شاي، جرب عشبه، راح لحد قال له انا عامل لك جلسات ميزو سيرابي، على فكره ملهاش اي قيمه في التخسيس الميزو سيرابي ده خالص خالص، وضيع وقت، ضيع فلوس، ضيع الامل وضيع الديوريشن بتاعه، لانه ممكن قوي ياخد في ده سنين. انا اعرف ناس عندهم سمنه مفرطه قعدوا سنين يروحوا يعملوا حقن مثلا ميزو سيرابي. وعلى فكره انا في رايي انه الاجيال دي مياله قوي للاستسهال، مياله قوي انها انا عايزه حاجه هايفه فانا هشرب شاي فخس، ده استسهال. زي استسهال ان انا بدل ما انا اشتغل واتعب واعرق واروح اشتغل من خلال البيت، ده في ناس دلوقتي كتير قوي بتعمل شغل من خلال البيت، مش بقى ايام الكورونا، لا ده هي شغلته كده قاعد في البيت وعمال يعمل شغل. في ناس عايزه تعمل عمليه التكميم عن طريق السرنجه، اللي هو لو تقدر بسن سرنجه تخش في البطن وتعمل تكميم وتشيل المعده يا ريت. وفي ناس على الاساس ده وعلى الدماغ دي بتبدا تسوق، هي دي المشكله. تكميم المعده وتحويل المسار عمليات طبيه جراحيه اللي بيقوم بيها جراحين، احنا بنتكلم في ميديسن، في طب، ما بنتكلمش في اوهام. احمد العيان من عيانينك عانى من طرق الاوهام، عانى من رحلات الوهم. الرحلات دي مخيفة جدا جدا، وزي ما انا قلت اكتر حاجة بتخلي الواحد قلبه ينفطر على مريض وما يسمى بالديسابوينتمنت. ديسابوينتمنت يعني خيبة الامل، مش كده ولا ايه؟ تعالوا نسمع احمد. بس احمد ما شاء الله، بس كان احمد كمان في يعني موقع عمله، موقع مخيف جدا بالنسبه لاي، مش مريض سمنه، بالنسبه لاي واحد بشر، اخطر مكان على اي انسان احمد كان بيشتغل فيه. خلينا نشوف احمد كان بيشتغل ايه. انا ابراهيم مهنا، كان وزني 180 كيلو، والحمد لله عملت عمليه تكميم معده وبقى وزني 90 كيلو. اول شهر نزلت 25 كيلو، واحد شايل 25 كيلو زياده وعيل صغير نزل مني، لا لازم كنت اخد بقى قرار العمليه. في مشاكل ومشاكل تانية هتيجي. اول الصيف ما يبدا ابدا اعاني من كل حاجه، المشي، الحركه، اجي امشي في مش عارف امشي، في نهجان في النفس، ومش في بقى مشاكل في النوم، الناس بتجري وتتنطط وانا حاسس ان انا مش عارف امشي ومتكتف. في منطقه التجنيد حصل لي موقف عمري في حياتي ما انساه، لقيتني واقف مع الناس المعوقين رغم ان انا رجليا الاثنين سليمه وايديا الاثنين سليمه، فده ساب لي اثر نفسي سيء جدا عمري في حياتي ما انساه، وده كان سبب ان انا اخذت القرار اول ما اتاحت لي الفرصه على طول. خاصة إن أخويا الأكبر مني عمل العملية، وده اللي شجعني أكتر. كنت أدخل مطعم أو أدخل أي مكان الناس تبص لي بصة كده غريبة، دلوقتي عادي زي أي حد داخل مطعم داخل مكان، باكل كل اللي في نفسي وكل حاجة، وباكل برضه سكريات، بس أنا ما عدتش بحبها زي الأول. أنا كنت مريض سمنة شاطر، يعني لا جريت ورا الخزعبلات ولا الأعشاب ولا عشب شهبور ولا الكلام الفاضي ده، عارف إن علشان أخس يبقى لازم عيادة الدكتور ولازم حد متخصص في الموضوع ده، ويقول ابر صين، يقول لك عشب فلان، يقول لك قرص مش عارف ايه، ده كله ما كانش بياكل معايا، ما كنتش بصدقه. اول ما ان شاء الله هخس يبقى لازم عياده الدكتور ولازم حد يكون متخصص في الحاجه دي ويكون دارس، والحمد لله لقيت ده كله في الدكتور وليد، ربنا يجزيه خير عن كل ناس سمين.
ده اللي اقدر اقوله لك. ربنا يجزيك خير ويزيدك علم على علم يا رب. خد القرار، ما تخافش، فعلا حياتك هتتغير 360 درجه. انا قدامك اهوت ابراهيم مهنا، الحمد لله بعد 180 وبعد 28 سنه معاناه بقيت في الوزن المثالي الحمد لله. اخطر مكان ممكن انسان يدخله محل الحلواني، ما اقدرش يقاوم. حلواني الشرقيه بالذات، بسبوسه. عندنا في الشرقيه حاجه اسمها المعموله. عارف المعموله؟ الكلمه دي الشرق يعرفها كويس قوي. الكنافه، الحاجات اللي هي الكلاسيكيه، قطايف، الناس جاعه، جلاش. خلاص بقى الناس جاعه، انا جوعت. ده مريض سمنه شاطر ذكي، احمد ابراهيم ذكي، ابن بلد، عقله قوي، فما تضحكش عليه. ما راحش لطرق الابر الصينيه حتى، هو فاهم. فعارف انه هيروح بقى خلاص، انا وصلت السمنه المفرطه، ارى، فاهم، استوعب. انا في المنطقه دي يبقى انا الافضل ليا. اكيد حاول يعمل ريجيمات، بس ربما ما كانش عنده الاراده. صعب ان يكون عنده اراده وهو بيشتغل بحلواني يعني، برضو دي الشغلانه، ده هو قدامه الحاجه ليل ونهار. وهو طرح حته مهمه قوي وموجوده فعلا في العيانين فيما بعد العمليه، اللي هي الرغبه للحلويات. هو بنفسه بعد العمليه لاحظ ان رغبته للحلويات قلت كتير عن الاول. يعني هو كان محب للسكريات. احتمال ممكن السؤال اللي بيتطرق، طب هو ازاي يعني ما عملش تحويل مسار؟ ما هو احنا برضو بيبقى في خطوات لعمل العمليه. احنا هدفنا في العمليه ان هو ينزل في الوزن وان هو يبقى هيلسي 100% بنسبه 100%. وبالتالي احنا بنبدا نحط العمليه الاولى اللي هي تكميم المعدة كفيرست ستيب لأي عيان، عشان أسباب كتير قوي. رقم واحد، إن نسبة الفيتامينز اللي يعني وقت الفيتامين حاجة من 9 أشهر ل 12 شهر. طبعا في نسبة من المرضى ممكن ياخدوا فيتامينز أكتر من كده، ومتسجل عالميا القصص دي، ممكن ياخدوا فيتامينز لمدة 5 سنين. بس بنسبة 95% ل 96% نسبة كبيرة جدا ما بيحتاجوش فيتامينز أكتر من 9 أشهر ل 12 شهر. وبيبقى مجرد قرص واحد. ده كفوائد تكميم. الحاجة التانية إن الأكل ماشي في المسار الطبيعي. إحنا ما غيرناش من المسار. إحنا مجرد إن إحنا قللنا من كمية الأكل. قللنا من كمية الأكل في تكميم المعدة، فإحنا قللنا من السعرات الحرارية. طيب والحلويات والشوكولاتات؟ ناس كتيره جدا محبه للحلويات والشوكولاتات بعد ما المعده اتشالت، وبالذات الحته بتاعت قبه المعده، رغبتها للحلويات والشوكولاتات قلت بصوره كبيره. لان المعده هي مش مجرد كيس مخزن للاكل. ده المعده هي عضو وبيفرز هرمونز. ف الملاحظ على المرضى ان زي ما نسبة الجوع بتقل كتير جدا، لان هرمون اللي اكتشفوه هرمون الجوع موجود بنسبة 95%، فلما بيتشال الجوع بيقل، ان كمان رغبة الحلويات بتقل. واحنا لما بنقول للمرضى ان احنا نعمل تكميم معدة بالفوائد اللي قدامنا دي، اللي هو فيتامينز لمدة 9 أشهر، وان الاكل ماشي في المسار الطبيعي، وده بيبان في صحة العيان. يمكن احنا اما بشبه العيان بقول له بألفاظهم اللي هي الدموية لسه بترد في وشك، لان مفيش نقص النضارة في النضارة، مفيش نقص في الفيتامينز ملحوظ، والجسم بيبدأ يكمبنسيت وبيبدأ الفيتامينز بتاعته بتبدأ تتظبط في خلال سنة من بعد العملية. حتى رغبة الحلويات بتقل بصورة كبيرة قوي. فاحنا بنعتبر تكميم المعدة هي الخطوة الأولى لعمليات جراحات السمنة. وبعد كده بنبدأ بقى نفكر في الخطوة التانية اللي هو تحويل المسار، وده بيبقى صفقة كبيرة قوي ما بيني وما بين المريض.
على اساس السكر والضغط وعلى اساس السن وعلى اساس الكومبلاينس اللي هو القابليه انه يبدا ياخد فيتامينز. ونقطه الفيتامينز في اللايف، احنا من اول ما طلعنا واتكلمنا على تكميم المعده وتحويل مسار بنقول الفيتامينز طول العمر لا جدال، ايا كان اللي بيتكلمه ما الابزورب في اوبريشن، ايا كان في 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 بعض الناس الاطباء يقولوا فيتامين لمده 6 شهور وفيتامين لمده سنه، الكلام ده غير مثبت علميا تحويل تماما. تحويل المسار فيتامين مدى الحياه، مجرد ما اتكلمنا على تحويل المسار فيتامينز مدى الحياه، لما بنتكلم حتى على تكميم المعده، لما بنقول للمرضى على تكميم المعده انت بعد العمليه احنا قللنا من حجم المعده فاحنا بنقلل من السعرات الحراريه، في حته نفسيه مهمه قوي بقى لما نقولها للمريض، احنا المفروض نقلل من السعرات الحراريه فاحنا نقلل نمنع السكريات والحلويات. كلمه نمنع دي تخلي ذهن المريض محب اكتر للحلويات والسكريات، فاحنا بنقول له خلي الحلويات والسكريات في المناسبات. انت زمان بدل ما كنت بتاكل قبل العمليه عمليه تكميم المعده بتاخد حتتين ثلاثة جاتوه، انت اوريدي دلوقتي معدتك مش هتاخد اكتر من نص حته جاتوه، ولو حطيت في ذهنك ان هي هتبقى في المناسبات بس اللي هو انت ما تشتريهاش، وبالتالي مش هيبقى فيه شغف، لان في حاجه مهمه جدا نحطها بين قوسين، الممنوع مرغوب. فالمرضى اللي يقول لك انا بحب الحلويات والسكريات فانا هعمل تكميم معده، طب انا هتمنع من الحلويات؟ لا مش هتتمنع، احنا هنقلل من الحلويات والسكريات، احنا بالاحرى هنقلل من الاكل اللي فيه سعرات حراريه عاليه، هنزود من الاكل اللي بيفضل في المعده مده طويله يحسسنا بالشبع وفي نفس الوقت يبقى الى حد ما ليس سريع الامتصاص. نتكلم في بروتين ومنتجات الالبان، هو ده البوليسي اللي مهم قوي لازم يفهمها العيان اللي هيعمل تكميم. خلي بالكم من قضيه مهمه انا شايفها لازم نركز فيها قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش المسرفين، ما بيحبش المبذرين. وصف يعني المبذرين بانهم اخوان الشياطين، ووصف المسرفين بانه لا يحبهم، ده موجود في القران وفي الانجيل. احنا انا شايف انه في مشكله سيكولوجيه في العقل، مش هنا بس، في العالم كله، في بعض العقول، هي الاسراف في التعامل مع الاكل. انا باكل، طب ما هو انت العشر معالق رز اول معلقتين ثلاثه هما طعمهم زي تاني معلقتين زي تالت معلقتين، المشكله ان انت طمع مسرف على نفسك. على فكره الحكايه دي لازم انت تعالج نفسك فيها، تقعد مع نفسك تشوف شيطانها في الحته دي ايه وتبدا تغلبه. شيطانها في انه بيطمعك انك انت تاكل بزياده هيجي لك سمنه وهتضرك، شيطان النفس في انه يخليك تشتغل بزياده تموت نفسك من شغل عشان تجيب فلوس كتير، فتلاقي جالك امراض كتيره جدا بسبب انك ارهقت نفسك قوي بزياده. ده كلام بجد. شيطانها على مستوى حتى الدول، انك عايز تستعمر تتوسع تاخد الحته دي لجنبك وتعمل امبراطوريه كبيره فدمر دول. ناس كتير جدا فقدت حياتها بسبب الطمع على مستوى الإنسان الفرد، على مستوى الكوميونتي، على مستوى الدولة. الطمع يقل ما جمع، الكلمة دي بنقولها كده، تلاقي واحد معدي يقول لك الطمع يقل ما جمع، تلاقي تخين جد قد كده، طب ما هو حضرتك ما تقولي نفسك، تلاقي واحد بيشتغل يقول لك أنا بشتغل 20 ساعة في اليوم، قول له يا أخي ارحم نفسك، ليه تشتغل 20 ساعة في اليوم؟ كان زمان في قصة مشهورة طويلة كده بس هختصرها لك. ناس أغنياء راحوا جزيرة من بتوع البحر الكاريبي، لقوا ناس بتشتغل كام ساعة في اليوم، اصطادوا سمك ويرجعوا يقعدوا يشوه، وبالليل يعملوا حفلات سمر كده ويقعدوا مع أولادهم يرقصوا ومع زوجاتهم يهزروا وضحكوا ومش عارف إيه.
قالوا لهم انتوا عندكم الناس الاغنياء دي قعدوا مع جمعوهم جمعوا الصيادين دول وقالوا انتوا عندكم كنز انتوا مش دارين بيه. قالوا ايه يعني ايه كنز؟ قالوا لهم انتوا بدل ما انتوا بتشتغلوا 3 4 ساعات في اليوم خدوا منا قروض وفلوس وجيبوا لكم لانشات كبيره واصطادوا اقعدوا اشتغلوا 7 8 9 ساعات. قالوا لهم وبعدين اعملوا لكم بقى منشاه ومصانع وصدروا السمك دوت. طب وبعدين اعملوا شركه كبيره وهتختنوا وبعدين هيجي لكم فلوس كتير. طب وبعدين هتعملوا بقى هتختنوا بفلوسكم ماليه البنوك وبعدين بعد كده بقى تقاعدوا وقعدوا مع اولادكم العبوا معاهم وزوجاتكم. طب ما هو طب احنا بنعمل كده دلوقتي. الناس ليه بتطمع في الاكل؟ في ناس بتطمع في الاكل انا ما اعرفش ليه. انا في ناس بتقعد انت حضرتك بتقول لي 3 قطع جاتوه. في ناس بتاكل دست دست. انت عارفين الناس عارفه دست الجاتوه يعني ايه؟ الطمع له وجه اخر. في ناس عايزه تعمل العمليه زي ما انت قلت من سرنجه تقول لهم تخدير يقول لك لا تخدير ايه؟ انا عايز اعمله بدون تخدير. ده انا سمعت ان العمليه دي بتتعمل بتخدير موضعي. مش كده؟ صح. فيش صور تانية للطمع بتشوفها؟ البكيني. ما هو العيان عايز يوصل هي النقطه دي اللي العيان هو اللي بيسمح بيها ان حد يلعب على دماغه فيها. اللي هو لو يطول يعمل العمليه من مجرد ان هو يعدي قصاد جهاز كده يعني يحصل تكميم هو ده نوع من انواع الطمع. ما النصابين استغلوا الموضوع ده. ما هو الاجهزه بتاعت جهاز التفاحه اللي بيخسس وجهاز الاكسلانس اللي بيرفع ما هو ده بيلعبوا على النقطه دي. فده مش حقيقي. ده مش الواقع. حقن الميزو سيرب اللي بتتاخد في الكرش الكبير اللي كده ده دواء بالدهون ما هو ده نصب. استغل هيبوء بالفشل. استغلوا فيدخلوا في السايكل بتاعه خيبه الامل. هي سايكل مقفوله. لا الواقع مختلف. الواقع بقى اجمل بكتير من الاول. طبعا يعني العمليات الجراحيه ووقتها والنتائج بتاعتها ولو كان حتى في نسبه معاناه كانت بتحصل قبل كده الكلام ده يكاد يكون اختفى. عشان كده منشط القادم هو التخدير. التخدير المظلوم دائما مع ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم استشاري واستاذ جراحات السمنه المفرطه بكليه الطب جامعه عين شمس. نورت الدكتور. شكرا. التخدير هو منشط القادم. اهلا بكم. الرغبه في الامومه الرغبه في الابوه شيء يشترك فيه البشريه كلها. اغنياء وفقراء برضو لازم يبقى عندهم ولد. النجوم مش نجوم المساله ما تفرقش. كبار صغيرين كله يتمنى ان يكون ام او اب. في العالم في نجمات كمان رزقنا بحلم الامومه في سن متاخر جدا. يعني جينيفر لوبيز حصلت على طفل في سن متأخرة للغاية في سن 8 يعني في سن تقريبا يقترب من 40 سنة يقترب من 40 سنة ولجأت للحقن المجهري كحل عشان تحصل على أطفال. سيلين ديون نفس الكلام بعد 6 محاولات حقن مجهري وخاطت كتير جدا من التجارب المعملية الخاصة بالحمل في عمر 33 حصلت على أطفال وفي عمر 42 حصلت أيضا على طفل. كمان هالي بيري. هالي بيري دي قصة كبيرة جدا. ده هي بدأت تبقى حامل في سن 41 سنة وكمان رزقت بطفل تاني في سن 47 سنة وقالت أنه كانت على وشك انقطاع الدورة الشهرية لكن زي ما بتقول دايما أنه الحظ أعطاها طفل آخر. سلمى حايك كمان عملت نفس القصة لكن القصة بقى الأكثر إثارة هي كيلي بريستون. كيلي بريستون هي زوجة جون ترافولتا. حملت في سن 47 سنة وابنها التاني دوت كان اسمه بنيامين وده كان تعويض من ربنا سبحانه وتعالى بعد المأساة الكبيرة اللي حصلت في عائلة ترافولتا لما فقدوا ابنهم جيت في سن 16 سنة في حادث بيتي مأساوي. كان الطفل ده فقد حياته داخل البيت في حادث مأساوي غريب للغاية.
إذن الأمومة للكل مطلوب. حال المجهري أعطى هؤلاء أمل ولغيرهم، أعطى للعالم كله أمل كبير جدا في الإنجاب. النهاردة حوار مثير للغاية، هنتكلم في جزء من الحمل المجهري، الحقن المجهري، وهو نقل الأجن. بقى الحقن المجهري أجزاء، يعني ما بنجيناش نتكلم عنه لوحده، لا ده بقى أجزاء. بقى النهاردة حاجة جديدة اسمها نقل الأجنة، هنتكلم يعني حاجة جوه الحقن المجهري زي ما تقول كده بروسيس معينة هنتكلم عليها بالتفصيل. النهاردة حوار مثير للغاية، علمي للغاية، ومتنوع وممتع كالعادة مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم النساء والتوليد الذي يمتعني بحواره دائما الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل الأورام اللي فيها لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام اللي فيها يمكن استئصالها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، أهلا بك دكتور عادل. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. منور دكتور. منورك والله يا دكتور أيمن. عايز ابدا بان احنا النهارده بنتكلم في بروسيس معينه، في عمليه معينه، في جزء معين من الحقن المجهري وهو نقل الاجنه، عشان نقرب للناس ما هو نقل الاجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقل الاجنه هو اهم خطوه من خطوات الحقن المجهري، هو اخر خطوه واهم خطوه وابسط خطوه والخطوه التي تحتاج الى الاكثر خبره من الاطباء في اجرائها. يعني هي عايزة خبرة دقيقة جدا وعالية جدا لإجراء أبسط خطوة وآخر خطوة من خطوات الحقن المجهري، لأن هي فعلا أهم خطوة من خطوات الحقن المجهري. الحقن المجهري بيمر بمراحل عدة، الأول اللي هو مرحلة التحضير، ثم مرحلة اختيار البروتوكول، ثم مرحلة التنشيط، ثم مرحلة المعمل للأجنة، آخر خطوة هي مرحلة نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة إلى داخل الرحم. هي خطوة مهمة جدا، أهم خطوة زي ما قلنا حضرتك قبل كده، وبتحتاج إلى عوامل كتير جدا لإنجاحها، لأن دي بيعتمد عليها إن بعد أسبوعين هيطلع تحليل حمل موجب أو سالب. هي لها مواصفات ولها عوامل ولها تايمينج معين، وقت معين، ولها خطوات معينة ولها أساطر معينة ولها يعني بريكوشنز او احتياطات معينه لاجراءها. هي ليها حلقه بحلقه. ليها حلقه بحلقه. احنا يعني فعلا حاجه مهمه جدا جدا. هنتكلم طول الحلقه عن هذا الامر يعني ممكن لما نخلصه ناخد حاجات تانية، بس يعني ده موضوع كبير. طب نقل الاجنه له انواع؟ نقل الاجنه، عمليه نقل الاجنه نفسها لها انواع، انواع اجراء نقل الاجنه، يا اما عن طريق عنق الرحم، يا اما عن طريق جدار الرحم، يا إما عن طريق قنوات فالوب نفسها، يا إما تجميد الأجنة وإرجاعها بعد كده، مفيش نقل أجنة. فدي أنواع نقل الأجنة. نقل الأجنة يعني له تايمينج معين، يتعمل في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو في اليوم الخامس. كل ما تأخرنا من الثاني للثالث يبقى أحسن، كل ما تأخرنا من الثالث للخامس هيبقى أحسن. نقل الأجنة بيتعمل بالسونار ثنائي الأبعاد او الاحدث والطرق الحديثه فيه، زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي هو بالسونار ثلاثي الابعاد. سونار ثلاثي الابعاد بيديني فرصه ان انا احدد المكان بالظبط اللي بنقل فيه الاجنه، وهو تقاطع الخطين اللي جايين من كل قناه فالوب عمودي على تجويف الرحم. يبقى دي النقطه المهمه اللي هي تحت سقف الرحم بسنتي او سنتي ونص. ده اللي بيتم فيه زرع الاجنه، وده بيتيح لنا السونار ثلاثي الابعاد، ده متوفر دلوقتي في اماكن كتير جدا. فده يعني نقل الاجنه بالسونار ثلاثي الابعاد، وممكن بالسونار ثنائي الابعاد لو اجهزه متقدمه، وممكن كان زمان كنا بنقله بالكلينيكال تاتش بالخبره. بخبره بنقيس تجويف الرحم طوله قد ايه،
ونقدر نثبت تعديل قسطره ونرجع الاجنه. بس الاحدث دلوقتي في عمليات نقل الاجنه ان هو بنرجع في اليوم الخامس وبالسونار ثلاثي الابعاد. ده احدث ما احنا شايفين في الفيديو بيوضح بالظبط. بنحط الاجنه تحت سقف الرحم تحت الفندس بسنتي ونص وما نوصلش بالقسطره لسقف الرحم عشان ما تعملش كونتراكشن او انقباض فيطرد الاجنه. ولو ده حصل بيبقى عيب كبير لان في 15% من الاجنه دي لو اتلمس سقف الرحم بتبقى موجوده في عنق الرحم وبالتالي ما حصلش حمل او في المنظار اللي محطوط او في المهبل. عظيم. ايه المكان الافضل لزراعه الاجنه وليه المكان ده بنقول عليه الافضل؟ هو اللي هو احنا بنقول عليه الماكسيمم امبلانتيشن. الماكسيمم امبلانتيشن بوتنشال ده اللي هو الجدار الخلفي للرحم سنتي ونص او سنتي او بعض الكتب او الليتريتشر بيقولوا ان هو 2 سنتي من سقف الرحم. ده احسن مكان. ده اللي بيحصل فيه الامبلانتيشن او غاز الجنين في تجويف الرحم فيسيولوجيكال. يعني لما تيجي الحمل الطبيعي يحصل والحيوان المائي الخاصه بالبويضه في قناه فالوب وبعد 5 ايام توصل للرحم توصل في هذه النقطه. ده الشيء الطبيعي فيسيولوجيكال بيحصل هنا في سنتي ونص او 2 سنتي من سقف الرحم في الجدار الخلفي للرحم. انا عايز اتكلم على المشاكل اللي ممكن تواجه المريضه اثناء نقل الاجنه لانه يبدو الامر سهل لكن حضرتك قلت لنا انه مش سهل. ده يحتاج خبره كبيره. لا هو مش سهل خالص. هو لازم له تحضير جد. يعني مهم جدا التحضير قبل حقن المجهري او قبل نقل الاجنه. التحضير ان انا لازم اكون عارف من قبل ما ابدا خالص بعمل حاجه اسمها ترايل امبريو ترانسفير او موك. ان انا باخد خريطه تجويف الرحم الاول عن طريق قسطره معينه بقدر اعرف الرحم ده طوله قد ايه، طول عنق الرحم قد ايه، اتجاه الرحم هل هو يمين هل هو شمال، هل هو اكيوت انجل يعني جاي لقدام او جاي لورا ار في اف او اي في اف او اكيوت اي في اف. كل دي يعني حاجات طبيه بس بتعرفني جدا انا احط الاجنه فين والطريق ازاي. دي حاجه مهمه. ده التحضير ده مهم جدا. كمان التحضير هيفيدني في ان انا اقدر اشخص لو في لحميات جوه رحم او ورم ليفي او حاجز رحمي او التصاقات جوه رحم. دي كلها بتفاداها قبل ما انقل الاجنه لان لو واجهتها وانا بنقل لازم هلغي واجمد الاجنه وارجع في دوره ثانيه بعد ما اتعامل مع هذه المشاكل. يعني لو لقيت ورم ليفي مثلا طبعا لازم بشخصه وبعمل له عمليه بالمنظار الرحمي وبشيله قبل ما بجمد بقى الاجنه خلاص. بس طبعا المفروض ده ما تعديش عليك كطبيب. ما ينفعش ما عادش مقبول دلوقتي يعني. فالمشاكل المهمه قوي ان اولا ممكن تلاقي جدا عنق الرحم ضيق جدا بين هول اس ما تعرفش تخش بالقسطره. هنا لازم تعمل عمليه توسيع عشان تدخل القسطره وتدخل الاجنه. ممكن تلاقي اكيوت انجل في الرحم، رحم متني على نفسه كده لقدام او العكس لورا. فده برضو من الحاجات الصعبه جدا التعامل معاها. ممكن تلاقي لحميه جوه تجويف الرحم زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا. تلاقي ورم ليفي جوه تجويف الرحم بقى سهل قوي انك تشيله في 5 دقائق او 10 دقائق زي ما احنا شايفين في الفيديو. ورم ليفي بيتشال ما بياخدش ربع ساعه جوه تجويف الرحم بس طبعا صغير جدا يعني. المشاكل انك تفاجئ مثلا ان طنط الرحم نفسها مش كويسه. طنط الرحم بتبقى رفيعه جدا. طبعا انت المفروض تكون ملاحظ ده في اثناء التنشيط وتبقى متوقعه. ولو جه في يوم الترانسفير او نقل الاجنه ولقيته كده بنلغي الارجاع ونجمد ونشوف ايه سبب ان طنط الرحم ضعيفه مثلا مش واصل للحجم المطلوب. دلوقتي بقى فيه البي ار بي بيساعد جدا في هذه الحالات اللي هي البليتد ريتش بلازما. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بقت تحل مشاكل كتير في هذا الموضوع. وكذلك في الالتصاقات الاشرمان سندروم والسينيكيا والتليفات الشديده اللي جوه تجويف الرحم. من ضمن مشاكل برضو ان انت ممكن وانت بترجع الاجنه تلاقي الرحم مرفوع من الالتصاقات قبل كده. ساعات تلاقي واحده عامله قيصريه واثنين وثلاثه في اماكن مجهوله تيجي توصل لعنق الرحم ما انتش شايفه في السماء في السقف فوق. فبيحتاج تعاملات خاصه جدا بالات معينه تقدر توصل لعنق الرحم وتقدر ترجع الاجنه. بس طبعا عايزه اساطير معينه وعايزه خبره معينه في التعامل معاها. نتيجه التصاقات قيصريه عاديه او اي عمليات اخرى ورم ليف فتح بطن او كده. من ضمن المشاكل المهمه جدا انك تلاقي مثلا قنوات فالوب فيها ارتشاح او تمدد او انتفاخ. المفروض ما تعادش تعدي بقى خلاص. اللي لازم يتم التعامل معاها قبل زراعه الاجنه او قبل نقل الاجنه جوه رحم. حتى لو انت جمدته ما رجعتش ان عيانها هيحتمك جدا ان انت بتعمل الصح يعني. عايز اقف قدام نقطتين. نقل الاجنه في اختلاف بين الدكاتره وبعضهم هل اليوم الثالث ولا اليوم الخامس. مش اختلاف مش عارف اذا كان اختلاف ولا جدال ولا هل ده سيتويشن.
الحاجة التانية كمان عايزك تكلمني على الأسطرة الذكية. إيه دور الأسطرة الذكية في إرجاع الأجل؟ الحاجتين دول الأساطر يا إما هارد كاسترز يا إما سوفت كاسترز، يعني أسطرة طرية أو أسطرة صلبة. كل ما كانت الأسطرة طرية كل ما كانت نسب نجاح الحمل أعلى. ليه؟ مش هتعمل تروما في جوه تجويف الرحم، مش هتعمل خدش، مش هتعمل كونتراكشن في الرحم. فيبقى إذن كل ما كانت طرية ورفيعة يبقى أحسن. الأسطرة الذكية هي أسطرة طرية وفيها إيكوجينيك تب، عشان كده سموها ذكية. إيكوجينيك يعني إيه؟ فيها علامة ماركر في التب بتاعتها، يبقى الدكتور شايفها قبل ما توصل لسقف الرحم عشان ما تخبطش وتعمل انقباض. فبيقف عند حتة معينة لأن شايفها مضيئة قدامه في السونار. فدي الأسطرة الذكية. طبعا هي غالية شوية، بس المجال كله على بعضه مكلف، مش هتيجي على الأسطرة يعني. فكل ما تستعمل الأسطرة دي كل ما تبقى شايف أحسن، شايف تحط الأجنة فين بالظبط. كمان بتديك فرصة ان انت لا يمكن تلمس سقف الرحم، دي اهم حاجة في الموضوع. فدي اسمها الأسطرة الذكية، دي بترفع جدا نسب النجاح. دي الذكية. فبالتالت والخامس. التالت والخامس ده ديبيت، بس طبعا الخامس ده نشرح للناس. نشرح للناس. الأجنة بتتنقل في اليوم الثاني، او الانقسام التام، التخصيب والانقسام بيتم في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الخامس. كل ما الجنين قعد من الثاني للثالث النضج بيبقى اعلى، الكونتينيويشن بتاعه ان هو يكمل مسيرته بتبقى احسن. لو قعد من الثالث للخامس بنضمن ان الجنين ده لو ثبت في الرحم هيكمل معانا كويس. فده الفسيولوجي، ده اللي بيحصل في الحمل الطبيعي. زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا ازاي طريقه ارجاع الاجنه واضحه جدا. أسطرة محطوطه، الأسطرة داخله، وبحط الاجنه في المكان المظبوط بالظبط اللي هو عند الماكسيمم امبلانتيشن بوتنشال، اللي هو بالسونار الثلاثي الابعاد بنقدر نحدده ونعرف مكانه بالظبط ونحط فيه الاجنه. وعلى فكره بنوريه للست اللي هي يبقى صاحيه معانا مش واخده بنج، فيبقى شايفه الاجنه بتاعتها هي بتنزل جوه الرحم. هروح بقى لقضيه مهمه جدا، انه قد تحتاج الست الى ان احنا نعمل لها تجميد. التجميد الاجنه عايز اقف قدامه، امتى نحتاج الى التجميد؟ هل الافضل دلوقتي ده؟ في ناس في سناتر ما بتعملش ابدا بالزبط. في حاله طازجه زي ما انتم بتسموه اللي هي الفريش سايكل، لا ده بيجمد وينقلها في سايكل ثانيه. الافضل في رايك ايه؟ هو الافضل ان انا في حالات مش روتين، يعني في حالات معينه يفضل فيها ان انا اجمد كل الاجنه، زي الناس اللي عندهم تكيس موبايل. هنطلع بوادات كتير جدا، هيجي لهم فرط تنشيط، المبادة هتبقى كبيرة جدا، هتضغط على الرحم، هتعمل انقباضات، هيقلل فرصة الحمل. كل ما الاستروجين عالي بيبقى توكسيك، يعني بيبقى مش كويس للرحم اللي موجود في الكيس الموبايل. فالأحسن ان انت تجمد وترجع بعد شهرين يكون الرحم هدي، مفيش انقباضات، مفيش مبادات كبيرة، مفيش يعني مفيش مشاكل، فنسبة الحمل تبقى أعلى. في سنترز دلوقتي على مستوى العالم بترجع كل أجنة مجمدة، ما ترجعش فريش، لان ثبت فعليا انه ترجيع الاجنه المجمده بالنظام الجديد اللي هو الفيتريفيكيشن بيبقى احسن نتائجه من الاجنه من الترجيع الفريش. في حالات لو انت فوجئت عملت بروجسترون، احنا ما بنرجعش لما بنعمل تحليل اسمه بروجسترون. لو علي مثلا في يوم الارجاع ده معناه ان احنا لازم هنجمد الاجنه ونرجعها بعد شهرين ثلاثه. لو فوجئت برضو ان في ورم ليفي او لحميه يوم الترانسفير او يوم ارجاع الاجنه، هنا برضو هتجمد الاجنه وترجع تاني في شهرين تاني. مساله الوقت دي ما عادش مهمه، المهم النتيجه، المهم ان العين يحس ان هو استفاد، المهم ان انت بتديله فرصه حمل اعلى في الاجنه المجمده، مصلحته كده. فدي الانديكيشن اللي خليك تجمد كل الاجنه. احنا لسه في مصر ما خدناش قرار ان احنا نجمد كل الحالات ونرجع فريز اول كله، يعني ده ما حصلش. احنا كل ما بنقدر ان احنا نرجع جزء فريش ونجمد جزء تاني بيبقى احسن للعيان، العيان بيبقى مبسوط اكتر. العيانة بالظبط. تعالوا نشوف في قضيه برضو مهمه قوي، الخلل المناعي او الحالات المناعيه، دي من الحاجات اللي بتحصل في بعض الستات. تمام، نشوف هاني عايز يسال عن الخلل المناعي ازاي. هو السؤال بشكل مختلف، هل البحث عن المشكلة المناعية بيكون قبل الحمل المجاري ولا بننتظر؟ هو الحقيقة احنا بنعمله من ضمن الفحوصات قبل إجراء الحمل المجاري، سواء كان هو أول مرة أو حصل فشل متكرر قبل كده. ليه برضو؟ لأن انت كده كده بتعمل فحوصات، مش هيخس عليك حاجة انك تعمل أجسام مضادة، سواء كان يعني مطلوبة أو مش مطلوبة، لأنك هتتسأل عليها بعدين لو ما حصلش حمل هتقول ليه ما عملتليش
التحليلات المناعيه ناتشرال كيلر سيلز واجسام مضاده يعني انتي سبام انتي بوديز وحاجات كتير. فهي من ضمن الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها والثرومبوفيليا وحاجات كتير يعني لازم نعمل تحليل المناعه لانه كمان احنا وعلى فكره احنا لما بنعمل حاجه مجاري لاول مره بندي ادويه للاسباب المناعيه حتى لو كانت تحسبا انها تكون موجوده. انواع معينه من الكورتيزونز حقن معينه بقى تظهر دلوقتي هايله جدا وبتجيب نتائج هايله جدا بالذات في الفشل المتكرر الحقن المجاري بتجيب نتائج هايله في الحالات اللي زي دي. فده مهم جدا جدا ردا على السؤال هل احنا ندور على الاسباب المناعيه حتى لو كانت حاله اول مره. انا من الناس اللي موافق على كده. عندي سؤال مهم قوي بس هنسمعه من الجمهور. تمام. الجمهور لغته مختلفه، الجمهور دائما يتحدث لغه غيرنا. تعالوا نسمع الشارع بيقول ايه. الناس اللي عندها تكيسات على المبايض الدكاتره بيدوهم ادويه منشطات، انا اسمع ان المنشطات دي وحشه بتجيب سرطان، ايه افضل علاج لتكيسات المبايض؟ ده سؤال مهم. ده سؤال مهم جدا وفي كلام جديد حصل فيه من دول في المحكمة. هل الكلام فعلا انه بيؤدي كارسينوجين؟ لا هو ثبت انه ما بيؤديش. كان عليه كلام كتير قبل كده في المؤتمر الاخير الاشي اللي هو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقد في اسبانيا في محاضره هامه جدا عن تكيس المبايض. كنا زمان بنقول انه ممنوع التثقيب وبطلنا التثقيب المنظار عشان عمليه التثقيب. لو حضرتك تفتكر عملنا حلقه عن تكيس المبايض مخصوص وقلنا التثقيب ده له رول اوف فور. خالص الاربعه يبقى يوني لاترال يعني ناحيه واحده ناحيه واحده لان هو المرض اصلا سنترال. فناحيه واحده تم تثقيب في ناحيه واحده اربع تثقيبات بس اربع تخرام بس اربع ثواني لكل واحده يعني بكرنت 40 رجعوا تاني قال لك هو ده بيبقى علاج لتكيس المبايض وابروفد بس يبقى يوني لاترال يبقى في ناحيه واحده. يوقف كلامهم تاني ده بالنسبه لتكيس المبايض. لازم الميتفورمين يتاخد 16 اسبوع قبل ابداء عمليه الحقن المجهري يعني قبل اجراء عمليه الحقن المجهري هناخد ميتفورمين لمده 16 اسبوع. مفيش مانع ان احنا نعمل تثقيب مبايض بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها دي. فده ده ده حاجه ده الجديد يعني بالنسبه لتكيس المبايض وبالنسبه لعلاج تكيس المبايض. طيب عايز اروح للثلاث حاجات ورا بعض. التنشيط طبعا مش عيب وثبت قطعيا ان مفيش كانسر مفيش علاقه ما بين ادويه التنشيط والكانسر. خلاص ده برضه حسم في المؤتمر الاخير. طيب عايز ثلاث اسئله مهمين قوي اسالهم لحضرتك. عايز اسالك على بطانه الرحم المهاجره وعلاقتها بثبات الاجنه او بمشاكل الحقن المجهري. عايز اسالك على تمدد القنوات فالوب وتاثيرها برضو مع ثبات الاجنه في عمليه نقل الاجنه. بالنسبه لعمليه نقل الاجنه طنط الرحم المهاجره بتعمل حاجتين مهمين جدا. بتقلل عدد البويضات وبتقلل الامبلانتيشن. وبالتالي بتقلل الامبلانتيشن اللي هو انغماس الجنين في بطانه الرحم عن طريق انها بتعمل انفلاماتوري تشينجز يعني بتعمل تغيرات او التهابات معينه في بطانه الرحم فتؤدي الى عدم انغماس الجنين جوه تجويف الرحم عن طريق انها بتطلع الديهيجن مولكيولز وسيتوكاينز معينه وكده بتخلي بطانه الرحم ما تستقبلش الجنين كويس. احنا يعني احنا عندنا هنا فيديو حلو قوي ده انيميشن بيبين الصفه التشريحيه للرحم وقناه فالوب وعلاقه الرحم بالمبيض والصفه التشريحيه للرحم وقناه فالوب ومثانة البوليه. وبيورينا بقى النقاط بيورينا هنا قناه فالوب اهي وبيورينا بقى بطانه الرحم المهاجره بقعه السبوتس اللي احنا شايفينها في الفيديو دي. بطانه الرحم المهاجره دي عباره عن هجره انسجه بطانه الرحم من جوه تجويف الرحم للحوض والمبيض وقناه فالوب وكل اجزاء الجسم. ده بيشرح القصه ديت ودي حاجه مهمه جدا ولها تاثير سواء على تاخر الحمل او على الالم اللي موجود دايما عند السيدات وعند الانسات في سن البلوغ يعني. فده موضوع كبير وطال شرحه وعملنا عليه حلقات كتير. بطانه الرحم بتقلل انغماس الاجنه في تجويف الرحم بتقلل بريجنانسي نسب الحمل. بطانه الرحم المهاجره. بطانه الرحم المهاجره. طيب بالنسبه لقنوات فالوب تمدد قنوات فالوب بتتمدد وبترتشح نتيجه للانسداد. الانسداد ده بيجي منين؟ يا التهاب يا بطانه الرحم المهاجره وده 90% يا تي بي الدرن يا حاجات كتير قوي. في النهايه هي بتتسد بتجمع فيها سائل
السائل ده بيبقى ميه راكده جوه قناه فالوب، الميه الراكده دي بعد شويه تحول الى صديد. الصديد ده بيتساقط جوه تجويف الرحم عند زرع الاجنه، فبيؤدي الى عدم انغماس الجنين جوه تجويف الرحم فيقلل نسب الحمل. اللي احنا شايفينه ده هنا ده فيديو قوي جدا بيجمع ما بين تمدد قناه فالوب هيدروسالبينكس وبطانة الرحم المهاجرة، لأنها ناتجة عن بطانة الرحم المهاجرة. أجريسيف حاجة عنيفة يعني. حضرتك زي ما أنت شايف كده يا دكتور أيمن، الحوض كله عبارة عن بطانة الرحم المهاجرة، وقناة فالوب في الناحيتين منتفخة جدا. بيتم فصلها زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، وإبعادها خالص عن الرحم، وبعد كده بيتم عملية أو بدء عملية حقن مجهري وإرجاع الأجنة. ده حاجة منتشرة إنه يكون في مشكلتين. هو لازم يعني 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 تحضر كويس. يعني حضرت كويس مش حاجه تعدي عليك بالظبط، يعني ما تستعجلش. يعني مهم جدا ان انت تستبعد بطانة الرحم المهاجرة وتستبعد الهيدروسالبينكس اللي هو الانتفاخ وارتشاح قنوات فالوب قبل البدايه خالص، قبل ما انت كده يعني تفاديت حاجه كبيره جدا. تبقى انت جاهز لعمليه النقل وانت مطمن. شايف مفاجآت لان كل الباقي فيه. بقى الباقي هتشوفه بالسونار العادي. يعني في لحميه جوه تجويف الرحم، في ورم ليفي، في حاجز رحمي، في كل ده هيبان وهيتشخص بالتو دي لو ثنائي الابعاد او بالثلاثي الابعاد او برباع الابعاد او بخماس الابعاد، كل ده بيبان. عايز اسال برضو عن ارجاع الاجنه دلوقتي. حضرتك قلت لنا خبره، هو محتاج خبره كبيره جدا والله. اهم خطوه، اهم حاجه في العمليه كلها هي خطوه ارجاع الاجنه. طب لو احنا بلا منازع يعني واحنا بنشرح للناس المقبلين على تعلم الحقن المجهري، الشباب اللي بيتعلم، ايه الفنيات المهمه في هذه؟ الفنيات المهمه انه لازم اعرف مراحل تطور بطانه الرحم في خلال الدوره الشهريه، ولازم اعرف امتى الجنين بيحصل له انغماس في بطانه الرحم في الطريقه الفسيولوجيه الحمل العادي. يعني في الحمل العادي اللي هيحصل ان الجنين هينغمس بعد 6 إلى 10 أيام من سحب البويضات، وهينغمس في بطانة الرحم بعد ساعة، بعد يوم إلى 5 أيام من نقل الأجنة. هنا يقدر يستنبط من الكلام ده إنه هينشط الوقت اللي هينشط فيه ما يقلش عن 12 يوم مثلا عشان يقدر يوصل للمرحلة دي، وبالتالي لازم ما يستعجلش في التنشيط ويدي أدوية زيادة عن اللزوم بسرعة. لازم يمشي بمعدل معين أكوردنج أو طبقا لسن معين بجرعات معينه ووزن معين هيحدد الجرعه. فنصيحتي للدكاتره الشبان او الاطباء الشبان انه يبقى عارف الصفه التشريحيه والصفه الفسيولوجيه لعمليه الاخصاب وعمليه الحمل لحد ما بيحصل الحمل بيحصل ازاي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم يبقى عنده خبره كافيه عن التعامل مع السونار للرحم والمبايض وقناه فالوب والحوض بصفه عامه، والسونار ثلاثي الابعاد ورباع الابعاد. ولازم عنده خبره في المناظير، مهمه جدا. مش لازم يبقى اكسبرت حاجه جامده جدا، لازم على الاقل يشخص ان هنا في حاجه غلط. لازم يبقى عارف يعني ايه بطانة رحم رفيعه ويتم التعامل معاها ازاي، وامتى يدي بروجستيرون مثبتات الحمل بجرعات قد ايه، لانه لو 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 الموضوع. ولازم عارف كمان معدل تدفق الدم لبطانة الرحم ماشي كويس ولا لا، هيحتاج علاج فتره طويله عشان يوصل الدم للرحم ولا لا. دي حاجه مهمه خالص يا دكتور ايمن. عندي قضيه مهمه بقى. عندي قصه مهمه قوي. تمام. من ناحيه الجنين نفسه الذي تم تحضيره في او تم يعني اخصابه في المعمل، الجنين جودته ساعات يكون الجنين نفسه السمك بتاع القشره المبطنه للجنين سميكه. الجنين لسه ما وصلش لمرحله الماتوريشن الكامله، هنتعامل ازاي من ناحيه الجنين؟ النقاط بقى المتعلقه، احنا يعني 99% من وقت الحلقه اتكلمناه على المراه وتجهيزها وتجهيز الفيلد. انا بتكلم على الجنين نفسه. ايه المواقف اللي ممكن تحصل؟ بص حضرتك، عشان يحصل نسب حمل مرتفعه في الحقن المجهري لازم فيه 3 شروط. اولا لازم فيه الجنين درجة كواليتي عالية جدا، يعني جود كواليتي امبريوز، ودي اللي حضرتك قصدك عليها مش كده؟ جود كواليتي امبريوز يعني جنين ذات درجة عالية، ولازم يبقى فيه بطانة رحم جيدة سليمة، ولازم يبقى فيه واحد بينقل أجنة شاطر خبرة. ضمنت التلات حاجات دول نسب الحمل هتبقى عالية. تمام كده؟ وتكنولوجيا وتكنولوجيا. ما هي التكنولوجيا دي اللي بتوفر لك بقى الجنين ذات الجودة العالية. يعني ايه جنين ذات جوده عاليه؟ يعني بويضه جودتها عاليه، يعني حيوان منوي جودته عاليه. عشان نحصل على الكلام ده لازم نستخدم التقنيات الحديثه. اللي هي ايه بقى؟ زي الحضانه الذكيه مثلا اللي احنا شايفينها على هنا في فيديو هايل للحضانه الذكيه.
دي حضنه بنحط فيها الاجنه ما بتتفتحش الا يوم ارجاع الاجنه. مش عشان الاحظ معدلات تطور او نمو او انقسام الاجنه اقعد افتح عليها كل يوم. فببوظ حاجتين، ببوظ الاكسجين بتاعها وببوظ البي اتش بتاعها اللي بيظبطها. فالحضانه الذكيه دلوقتي بقى عليها كلام كتير جدا ان هي بتعلي فعلا نسب نجاح عشان بتحافظ على البي اتش وعلى الاكسجين. كمان الحيوان المنوي لو انت عملت له دي ان اي فرجمنتيشن وطمنت خدت حيوان منوي سليم وعملت امز ونقيت حيوان منوي كويس بتحصل على الجنين درجته عاليه جدا. كمان الفحص الكروموزومي للاجنه، خدت عينه من الخليه بتاعت الجنين في اليوم الثالث وفحصت واخترت الاجنه السليمه وراثيا بس هتحصل على اجنه ذات جوده عاليه وبالتالي نسبه نجاح عاليه جدا. كل ما زادت جوده الاجنه كل ما ارتفعت نسبه نجاح الحمل المجهري، كل ما قل فرصه الاجهاض بعد الحمل. في عجله سريعه سؤال الفيسبوك سريعا هنبص عليه ونجاوبه بسرعه. سؤال الفيسبوك. تزوجت منذ هي بتقول تزوجت منذ 5 سنوات واجريت عده تجارب اطفال الانابيب لم يكتب لها النجاح، استعديت حاليا لاجراء تجربه جديده وفيها سيتم الاحتفاظ بالاجنه خارج الرحم حتى اليوم الخامس. هل هذا يحقق نسبه عاليه من نجاح هذه التجربه؟ هي بتتكلم على انه النهارده هي مصره على انه نوصل لغايه اليوم الخامس في الاجنه. والله يعني اذا كانت جوده الاجنه وعددها يسمح انها توصل لليوم الخامس يبقى ده لازم يتم يعني، ولو كان عدد اكتر يبقى ترجع في اليوم الخامس وتجمد كمان يبقى احسن، يبقى عندها فرصتين. ده فرصه واحده. نضرب عصفورين بحجر واحد. التجميد رائع، التجميد رائع. قبل ما امشي، زواج الاقارب على فكره مشكله خطيره الان في الطب، كمان في اسباب كثيره جدا في منطقه الشرق الاوسط زادت من حالات العقم بسبب زواج الاقارب. زواج الاقارب خلي بالكم يعني ده حالات الزواج من اقارب الدرجه الاولى والثانيه بتعاني من نسب عقم عاليه في مناطق الشرق الاوسط وخاصه في منطقه الخليج. خلي بالنا من الحكايه دي مهمه قوي، عايزين نبدا حلقه زواج الاقارب. دي انا محضر لك حلقه مهمه جدا في هذا الموضوع، والبريماريتال كونسلنج اللي هو النصائح ما قبل الزواج، الدراسة ما قبل الزواج ومن ضمنها زواج الاقارب والمشاكل اللي تحدث من زواج الاقارب. نورتنا وشرفتنا وسعدنا بهذا اللقاء. سعادة خميرة. والتنوع والطرح العلمي الدقيق جدا لعملية نقل الأجنة. عملية نقل الأجنة من ناحية الأسلوب، من ناحية استخدام التقنيات، من ناحية الفنية، من ناحية المشاكل والمعوقات اللي هتبقى عند الأم في وجود ورم ليفي أو بطنة مهجرة أو مشاكل خاصة بالأنابيب أو التصاقات داخل الرحم أو لحمية، وكيفية التعامل مع هذه المشكلات، ثم النقل هل يكون في اليوم الثالث ولا الخامس، والأساليب الهامة جدا في الاحتفاظ بالأجنة زي التجميد، وأيضا التعامل مع الأجنة بحرص شديد من خلال تكنولوجيا متقدمة زي الحضانة الذكية. هذا هو المضمون باختصار. دكتور أيمن، الحقن المجهري بقى له 40 سنة، في 8 مليون واحدة ولدت بسبب الحقن المجهري، ومبارح كان عيد ميلاد لويس براون، هي اول واحده يعني اتولدت بالحقن المجهري. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيب. طيب دكتور. خليك مع الدكتور. الله يكرمك. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في علاج الالم، والالم قضيه مهمه قوي. مفيش بيت ما فيهوش حد بيشتكي من الالم، بل البيت كله ممكن يكون بيشتكي من الالم. مفيش يعني حد ما مرش بتجربة وربما عاش معها ان هو حاسس بألام في ظهره. وألام الظهر الحقيقة بتيجي بأسباب كثيرة جدا، من ضمنها ان حضرتك شلت تقيل، ان حضرتك تتعامل مع الأساس البيت معاك بدون عندك بدون حكمة، او حضرتك كرسي عايزة تغيري مكانه يلا نشيل الكرسي، محدش بيشيل كراسي ويطلع منها سليم، خصوصا لو كان فوتيه كبير ممكن جدا تلاقي مشكله حصلت في ظهرك او في ظهرك كبيره جدا. الجيم انا في رايي انه الطريق الى اكبر المشكلات. الجيم خطير جدا جدا جدا، لانه لو ما كانش تحت تدريب وتحت اوبزرفيشن وملاحظه من محترفين وانت فاهم كويس جدا سنك ولياقتك وجسمك وطبيعتك وتعمل لك فحوصات، الجيم ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا. انك انت ساعتك بتتهور، عايز تتمنظر، شلت شيله تقيله، حبيت تجاري من هم اصغر منك واقوى واكثر تدريبا، فبدات تشيل نفس الاثقال اللي هم بيشيلوها، فيجي لك مشاكل، تبدا تشتكي من الم. والالم كما نعرفه علميا عامل زي الحجر اللي بيقع من الجبل،
بس جبل جلد تلج فبينزل يزيد مع الوقت وبيبقى زي ما بيقولوا اكثر خطوره، كل ما ينزل اكتر ويزيد يزيد يجيب يكبر، تبص تلاقي الالم بدا شويه كده بعدين زاد 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 لغايه لما تخيلوا كده صخره من جبل تلج نازله من فوق على تحت هتوصل لغايه القاع وهي مش صخره وهي جبل كبير. النهارده هنفهم بدقه شديده هذا الامر، كيف نتعامل مع قضيه منتشره في البيوت العربيه جدا. النهارده حظنا حلو جدا لانه هنستمتع يعني الفهم والتفصيل من واحد من نجوم ونجوم فعلا هذا المجال، لان هذا المجال اصبحت نجوميته كبيره جدا، لانه كل العالم دلوقتي بقى بيلجا الى منظومات الالم، القيمه العلميه الكبيره والاسم الاكاديمي الرائع، وطبعا سوبر ستارز هذا المجال، سوبر ستار هذا المجال، واحد من سوبر ستارز مجال علاج الالم في الوطن العربي واسم عالمي كبير، ضيفنا العزيز الأستاذ دكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس، والاسم القدير في علاج الألم، شرف كبير لنا هذه الزيارة. أهلا وسهلا. أهلا بك. كل بيت فيه حد بيشتكي من الألم. أكيد. إيه الجديد في الموضوع؟ هو الألم يعني تطور على مدى السنين اللي فاتت، فكان بيتكلموا إن الألم ده آلام حادة، اسهل حاجه ادي مسكنات، بقى الموضوع تطور، لا الالام دلوقتي بقت الام مزمنه، في الام واحد يشتكي من الام سرطانيه كان زمان يروح ياخد مخدرات، دلوقتي لا مش موضوع مخدرات، ممكن اعالج السبب واعالج العصب اللي بينقل الالم، ممكن الام ظهر، الام رقبه، الام غضاريف، الام مفاصل ركبه وكتف، كل ده الجديد ان بقى العلم اتفهم، كل يوم بنفهم يعني ايه الم، ميكانيزم ازاي بيحصل ايه في الالم، وده ما دام بنفهم هنعرف نحل، فبقت في طرق في اجهزه حديثه جدا ان احنا نقدر نعالج بيها الالام ما دام عرفنا اسبابها. الغضروف العنقي والغضروف القطني دول مشهورين في كل بيت دلوقتي في مصر، عايزين نفهم ايه هو المقصود بكلمه، طب يعني لما اقول عندي غضروف، طب انا عندي غضروف يعني بس التقصيد ايه يعني؟ شوف كلمه غضروف، هو طبعا العمود الفقري بيتكون من فقرات، لان احنا كائنات فقريه، بينها غضاريف، مادة طرية لزجة وظيفتها تدينا ليونة نقدر نتحرك يمين شمال نتني قدام ورا، وتمتص الصدمات، لما واحد يمشي يدب في الأرض مثلا ما يحصلوش مشكلة، ما عظمه ما يتكسرش، دي قيمة الغضاريف. الغضاريف دي مع الوقت مع العجز السن بتنشف، مع واحد يشيل غلط، المقدمة اللي حضرتك قلتها هايلة وضحت أسباب كتيرة جدا للمشكلة، إن واحد بيشيل غلط، ست بيت بترفع الأنبوبة، ترفع المرتبة، تزق الدولاب، كل ده بطريقة غلط. واللي بيروح الجيم شباب، يعني بيجيلي ناس 15 سنة و14 سنة ومش مصدق نعمل الرنين ألاقي غضروف. طب ده 14 سنة ده لحمه لسه ما تكونش، غضاريفه لسه ما تكونتش، بيروح جيم ويستعرض عضلاته والمدرب بتاعه مش فاهم حاجة، يبتدي يقول له عاش، فالغضروف يخرج من مكانه الطبيعي، يدوس على الحبل الشوكي واعصاب الحبل الشوكي، يلاقي بقى العين عنده الم. هو ده فكره يعني ايه غضروف، والناس تسميه غضروف، عرق نسا، لمباجو، عندي ديسك، كلها الاسامي دي الناس بتداولها، لكن في النهايه هو المرض واحد، غضروف الطري بينشف يخرج من مكانه يدوس على الاعصاب يسبب الالم. سواء في العنق او في او في عنقي او قطن وساعات صدر كمان، برغم ان الصدر ده اقل منطقه بس موجوده برضه. ايه اعراض الالم؟ الغضروف هنبدا الغضروف العنقي، ماشي، الغضروف العنقي بما انه هو في منطقه العنق فبجنبه الاعصاب بتاعه الحبل الشوكي العلويه اللي هي بتغذي الايد، فنلاقي الالم ينزل على الايدين، ينزل في المنطقه العنقيه، العين يشتكي من عنقه، يعني الرسمه اللي احنا شايفينها دي فيها ادي الغضروف خرج مكانه دايس على الحبل الشوكي، داس على اعصاب الحبل الشوكي، دي صوره رنين مثلا مبينه ان لا ده الالم ظهر لان انا عرفت ان في غضروف. طب الالم ده بيجي فين؟ ينزل من فوق من عند رقبه العين، ينزل لحد ايديه، وممكن يقول صوابع بتنمل، والاحساس بقى مختلف، ممكن يقول بروده، شكشكه، حرقان، الم عادي، في الصعيد بقى الاقي اللغات يقول لك صليل، ويعني لغات بقى واحد بيوصف الالم بتاعت السيف، تحس صوت السيف، لا يقول لي بحس بصليل، اقول له يعني صليل الم، هو يقصد الم شديد كان سيف داخل فيه، سيف، تنميل، بروده،
تمام. يعني برضو شوف دي اماكن الناس معظم اللي عنده غضروف عنقي دي الاماكن الطبيعيه اللي بيشتكي منها وصاحبها كمان المفاصل، لان الجنب الغضاريف في مفاصل الرقبه اللي هي كل فقره بتتصل بالثانيه تخليك تحرك راسك يمين شمال، بتلتهب عشان الغضاريف دي ابتدت تتاكل وتنشف وما بقتش العلاقات الميكانيكيه بينها ما بقتش مظبوط. فالعيان ممكن يجي صداع خلفي يقول لي الصداع الخلفي، تلاقي في الاخر هو غضروف عنقي، طنين في الودان، دوخه، طنين طنين، ويروح الانف واذنه ما عندكش حاجه، الدكتور انف واذنه لا انت ما عندكش حاجه، روح اكشف رقبه، يعمل رنين نلاقي غضاريف، دوخه عن ماشي يقول لك انا بدوخ كتير. الصداع طبعا الخلفي ده مهم، يعني ده برضو ده المكان المشهور جدا، يبتدي ينزل كمان على الكتاف ويبتدي ينزل على الكتف من فوق، وممكن لو تطور وداس على الاعصاب ازيد ينزل لحد صوابع اليد، ده العنقي. القطني بقى، القطني بما انه برضو قريب من اعصاب الظهر والرجل من تحت هيبقى الصوره هي هي بس بقى الجزء اللي تحت، يعني يقول ظهري يعني دي الغضاريف هي طالعه ودايسه هتبتدي تدوس على الاعصاب اللي خارجه وجذور الاعصاب اللي بتغذي الرجل وتعمل الضفيره العصبيه للساق. يبتدي العيان يشتكي من الم في رجله، يقول لك انا بحس ان في كهرباء سيخ بينزل على ظهري، هنا الغضروف باين اهو، الغضروف السليم لونه ابيض، الغضروف الاسود هو اخر واحد تحت مسود وخارج مكانه ابتدى يدوس على الاعصاب. العيان يقول في شكشكه، في كهرباء، في تنميل، في كرامبات كتير، يقول لك انا بيجي لي كرامبات وهو مش عارف انها انها غضروف في ظهره تعمل كرامبات. ده الشكل المعروف، شكل مشهور جدا ماسك ظهره، والعرق النسا الاحمر اللي نازل ده بألم هو ده، يقول لك ده وعشان كده سموه عرق النسا، عرق من فوق لتحت، والنسا لانه اكتر في الستات دايما الام الظهر لان هم اكتر وزنا بيزيدوا وزنا اكتر من الرجاله، عضلاتهم اضعف، حركتهم بطريقه تانية. ده اماكن الالم اللي العيان اول ما تجيله يبتدي يفكر بقى، ما هو ده مش حاجه سهله، ده ابتدي اتعالج لان ما يسيبش الموضوع يتطور. والحمد لله العلاج بيتطور بقى كل يوم، يعني كنا زمان بنعمل حاجه ودلوقتي بنعمل حاجه ثانيه. كان زمان في طرق تقليديه، هنفوت برضو نقول الطرق، مش زمان ما زالت موجوده، ما زالت موجوده طبعا. ايه الطرق التقليديه كانت للعلاج؟ يعني بدايه اي مريض بيجي له الم في ظهره لازم نروح نشخصه نشوف السبب ايه. طيب قلنا ان هو غضروف، بعد التشخيص بالاول بنبتدي بادويه تقليديه جدا، بسط عضلات، مسكنات، حاجات تهدي الاعصاب انها تنقل الالم. ما زال الالم موجود يبتدي يروح شويه علاج طبيعي. اغلب بقى الناس اللي بيجوا عيادات الالم مثلا يجوا لي مثلا يقول لي انا باخد معايا 4-5 روشتات ورحت اللي عملت 20 جلسه علاج طبيعي ومفيش استفاده. يبتدي العلاج ان هو عاوز يشيل الغضروف اللي ضغط على العصب، فبيروح لجراحه، جراحه طبيعي وجراحه صح ومش غلط، انه يخش هيفتح ظهره هيفصل العضلات يوصل لاماكن الغضاريف، ممكن يشيل الغضروف، وبيشيل الغضروف كله او جزء منه ويوسع القناه العصبيه. بس المشكله ان العمليه تقيله، عمليه شقه، عيان يقعد بعديها في السرير شهر شهرين ثلاثه يقول ما اتحركش، وساعات لما يشيل اجزاء من الغضروف يثبت مش رايح مسامير. دي تقليديه، يقول له البس حزام ظهر، ده تقليدي وصح مش غلط، وفي حالات لازم تتعمل كده. علاج الالم هنا بقى اللي هو التطور اللي حصل، ان مش كل الحالات تعمل لها جراحه، يعني لا ده انا ممكن دلوقتي اخش على الغضروف واوصل لقلب الغضروف واوصل للغلاف الداخلي واعدي الغلاف الخارجي للغضروف واوصل للقلب اللي مسبب المشكله بدون ما افتح ظهر العيان خالص. ابخره يعني؟ ابخره، اعالج الاعصاب، اوسع القناه العصبيه، كل ده بيتعمل بابر، جهاز اشعه بيصور ظهر العيان، العيان بيبقى طول العمليه صاحي، العمليه تتم بابر، يعني ده مثلا هدي البروب داخل جوه قلب الغضروف العيان صاحي بيتكلم قاعد معايا بكلمه، وده الجهاز بتاع التبخير، والسلاح يخش جوه قلب ياكل قلب غضروف، والعيان ياخد بنج موضعي، يعني شاف دي صوره السلاح وداخل من الجلد مثلا وواصل لقلب الغضروف. العيان بكلمه زي قسطره، هي بتبقى قسطره طويله، ابره وسلاح، يعني هو قسطره زي الابره، يعني انا بسميها سلاح غضروف بس هو ابره. والعيان صاحي
يعني فعلا بنقعد نتكلم شغل غنية بتاع مفيش جرح جراحي، مفيش غرز، بنج موضعي مش بنج كلي، وده ينفع للناس اللي عندهم امراض بقى صعبه، والناس والشباب اللي خايفه من البنج الكلي وليه اعراض البنج الكلي، ومفيش فتحه في رقبته ولا فتحه في ظهره. وبعد كده العيان يخرج من المستشفى في نفس اليوم بعد العمليه بساعه، ويروح بيته، وممكن يسافر، يعني يجي لي واحد مثلا من دول عربيه، يجي من السعوديه، يجي من الخليج، يعمل العمليه يرجع تاني في نفس اليوم، لانه هو مفيش حاجه اتفتحت، يقدر يمشي ويسوق العربيه اليوم التالي. ودي مثلا ده الرقبه والغضاريف داخله، هي ميزه العمليه بسيطه سهله، العيان يقدر يعني يتحرك بسهوله، مفيش رقده في السرير، يقول لي ارجع شغلي امتى، اقول له والله عاوز ترجع بكره بعده زي ما انت عايز، مش شرط يلبس رقبه، الرقبه دي بتخنق، يعني غير واحد ملبسينه رقبه يقول له ما اتحركش، طب ما دي حاجه صعب، ما دام في طريق اسهل بنتجه له، كلنا بديهي، يعني انا اعمل ليه عمليه وافتح رقبتي ليه واعرض مخاطر ليه. وبعدين العمليات اللي بالطريقه دي كمان ملهاش اضرار، ما دام ماشيه صح ملهاش اضرار، اللي ما فيش تليفات حوالين الاعصاب بتحصل، يعني في ناس تعمل جراحه وبعدين يقول يعني الالم هو هو، او الالم زاد بيحصل تليف حوالين الاعصاب، تشوه الجلد او مكان الجرح او هي طبعا يعني لانه ما فيش تعرض للهواء، ما فيش فتحه، ما فيش حاجه، ما فيش تليف خالص هيحصل، ما جتش ناحيه العظم خالص، بنخش على الغضروف نعالجه ونشيل ضغط الغضروف على العصب، الغضروف بيبقى ضاغط على العصب، لا بنقلل ضغط الغضروف على العصب، وبعدين نعالج العصب، وبعدين نبعد الاثنين عن بعض، نوسع، بنقول توسيع القناه العصبيه وحقن الام الجافيه، ونوسع العلاقه ما بين الغضروف والعصب. دي طبعا تقدم، نوسع العلاقه يعني نخلق مسافه ما بين الغضروف والعصب بالظبط، وده تقدم عشان ما يضغطش عليه، تقدم رهيب. تخيل انت عمليه من اصعب العمليات، بدل ما تتعمل جراحيا بتتعمل بسهوله جدا بابره وحاجه بتخش عند قلب الغضروف، والعيان يقول لك ده انا يعني مش مصدق ان العمليه تتعمل بابره، يعني بشبهها اقول ايه، المراره زمان كان يفتح فتحه كبيره، دلوقتي بمنظار يخش يشيل المراره، العيان تاني يوم يخرج من المستشفى، وكان قبلها يقعد له يومين ثلاثه في المستشفى. طبعا تقدم يعني، والتقدم ده اساسي الكترونيك وهندسه، يعني ان الجهاز ده يخترع، واجهزه واكويبمنت، وكانت زمان مش موجوده في مصر، دلوقتي موجوده متوفره، والتخصص كل يوم بيبقى فيه جديد، كل يوم يعني بتبقى حاجه ريكفري. اهم حاجه ان العيان هنا كمان مش محتاج يقعد فترات طويله في البيت، ولا يحتاج علاج طبيعي واستشفاء والى اخره، ده فرق الكتير. العيان اللي بيعمل جراحه بلبسه رقبه او بلبسه حزام ظهر شهرين، او ويقعد في السرير يقول للدكتور ما تتحركش من السرير شهر شهرين، لكن هنا بقول له تاني يوم بقول له انزل سوق عربيتك، ده يعني اختلاف كبير، ما فيش رقبه يلبسها، ما فيش حزام ظهر يلبسه، دي حاجات بتخنق المريض. والتحسن سريع ونسبة نجاحها عالية جدا، فطبعا ده مميزات، يعني في تطور يعني، هنا شوف السلاح داخل جوه الغضروف وبياكله، بياكل الغضروف، ومن على الجلد بره العين صاحي، كل ده الصور دي العين صاحي بيكلمه، والإبرة مش عاملة فتحة في الجلد، يعني لما تشيل الإبر تاني يوم تقول لي انت عملت ازاي الغضروف، مفيش فتحة في الجلد هي خالص، قطرها كله ما تجيش 1 ملي، واحد ملي قطرها بسيط جدا. وكل اهم حاجة ان احنا بنشتغل تحت جهاز الاشعة اللي موريني انا فين بالظبط، ومش كده كمان، الاجهزة كمان بتقيس العصب، انا مش بس بجيب العصب بالتشريح اقول هو يمين شمال او لا، ده احنا الجهاز بيطلع ذبذبات يقول لي هو ده العصب ولا لا، انت بعيد عن العصب بقد ايه، طب انا محتاج احط الابره جنبه شويه، ده كل دي يعني الاجهزه بتقدمها دلوقتي، ما بقاش الموضوع انا داخل في الحته دي بالشبه، نسبه الخطا هنا تقريبا غير وارده. في ناس كتير قوي بتتاخر عن اتخاذ مثل هذه القرارات، وانها تذهب الى الانفيزيف الليس انفيزيف تكنيك، او اللي احنا بنسميها التدخلات المحدوده، بسبب افكار، يعني مش عارف اقول ايه، افكار من القرن الاول الميلادي، يعني حاجه كده يعني من زمان جدا، ما زال في ناس بتروح تعمل بعصايه، وفي ناس بتروح تعمل وانا هقول لحضرتك حاجه، الغرقان بيتعلق باشياء، هو موجوع رقبته او ظهره،
وخايف من الجراحة. هو ليه خايف من الجراحة؟ بيسأل أهله يقولوا له آه ده فلان عملها والوجع زي ما هو. ما بقولش إن الجراحة وحشة يعني عشان برضه الجراحين ما يزعلوش، ما بقولش الجراحة وحشة، ليها وضعيتها، ليها مكانها، ليها مكانها، نتكلم فيها، ليها مكانها. ساعتها يجي لي عيان أقول له هتعمل جراحة، أنا هتعمل جراحة، اللي أنا بعمله ده مش هيفيدك. لكن الناس بتسأل فيقول لك لا أنا مش هعمل جراحة، أنا خايف يفتحوا لي رقبتي، أنا خايف يحطوا لي مشرط في رقبتي أو في ظهري، فيتجه لاتجاهات بقى شعبية. يروح بقى الواحد بعصاية، يروح واحد يشرط له ظهره. يعني يجي لي مهندس الاقي عنده سقوط في القدم، الاقي دجال فاتح له بمشرط رجله، يقول له ده انت مهندس ازاي يقطع لك عصب رجلك؟ هو خايف يعمل عمليه، فيقول لك لا انا اعمل اي حاجه بسيطه بس محدش يلمس لي ظهري. التقدم دلوقتي لا، مش هو مش المصريين بس بيفكروا كده، العالم البشر كله يقول لك انا ليه اتجه في طريق صعب، انا هروح طريق سهل. طب بس السهل بقى لما يبقى دجل لا نلغيه. طب ما في بقى سهل دلوقتي علمي ومعترف بيه في ال WHO والاف دي اي وكل ما العالم ووزاره الصحه المصريه، حاجات حديثه معترف بيها جدا. استاذ الاساتذه الاستاذ دكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري بكليه الطب جامعه عين شمس، بتنور في كل مكان. الدكتور طبعا اكيد الله يخليك، الله يبارك، خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا، حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت مساء الخير ازيك اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه، بدات تقول لك اه مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجه زي ما حصل في الموسيقى كده، الموسيقى كانت ماشيه ناعمه وجميله ورومانسيه وكلها حنيه، وفجاه راحت الايه داخله على طول، تبص لها الريتم وقع مره واحده ودخل الرئه، الطبله بدات تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين، خلاص انت فجاه شفت حد حاجه مش عاجباك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوه قوي، انا بقول لك لو السنان مش حلوه خالص انت شايف، لكن في عيوب، فراغات، الابتسامه لسويه خفيفه، كل دور كده جوانب سودة، فلجه زياده عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوه، لكن في حاجه مضايقه عينك، السنان بتضايق العين، فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم تقول كده جمله لواحد صاحبك يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها، او طول الفرح ولا طول المناسبه يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجه ضايقتني فيها، او العكس البنت برضه تقول كده ده كان الواد يعني لافت نظري جدا اول ما بدا يتكلم، بس مش عارفه قلبي انقبض منه. السر غير الشخصيه ممكن تكون السنان، السنان مهمة جدا فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان.
ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مكادي. اهلا بيك. انا بحضرتك دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته؟ طبعا بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين ثابت اللوحه دي كلها وبصت على النقطه السوداء دي. مبدئيا طبعا الاسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته لثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الاكل فهي اساس صحه البني ادم. فلما البني ادم بيتكلم وهو شكل اسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجله، ان الحياه عنده مش ماشيه باسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكره مش كويسه عن البني ادم ده. فطبعا اي حاجه في التابلو ده لما تبقاش حلوه بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعه مثلا، السنه المفقوده شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنه رايحه اول ما تبص له تحس ان في حاجه غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجه بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنه في النص ناقصه، عينك هتروح فين؟ هتروح على الحاجه اللي ناقصه. ده من ناحيه الشكل. طب نيجي من ناحيه الصحه، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجوده فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدا العظم ده يكش، بيبدا العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش. ايه اللي هيحصل؟ يبدا يظهر لنا الرينكلز او يظهر لنا التجاعيد بتاعه الوش، يبدا البني ادم يبان اكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح ان اي حد بيفقد اي سن لازم يروح بسرعه ويعوضه عند دكتور الاسنان عشان ما يبداش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالاضافه ان احنا بيبدا عندنا طريقه المضغ ما تبقاش مظبوطه، اللي هي بالتالي بتاثر على مفصل الفك، نبدا نسمع صوت طقطقه، بنبدا يحصل تاكل في مفصل الفك. ليه؟ لان حصل التهابات للاربطه اللي ماسكه الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الاسنان. خلي بالك يا دكتور ايمن ان الاسنان دي كلها في حاله حركه، اللي مثبتها في مكانها كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. طب احنا لما نشيل سنه من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فبالتالي يحصل خلل في رصه السنان الموجوده دي، تبدا السنان اللي قبليها تميل ناحيه الحته الفاضيه، تبدا السنان اللي قصادها تطول على حساب الحته الفاضيه، يبدا الثبات او الاكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغه العضه نفسها هتبوظ اكتر، فالمفصل هيبوظ اكتر، فانت دمرت الدنيا كلها. اذا تعويض السنه ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا احسن حل لتعويض الاسنان هي الزراعه. ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على انتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعت الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده، او ممكن نستخدم الليزر، يعني نفتح لنا فتحه برضو صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر من غير تعب ولا الم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتيبيوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبنديله مسكنات كتير جدا، كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه
في ساعتها على طول ده احسن حاجه. لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء، فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زرعايه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر، شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني الزرع لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص، انا لو زرعت له زرعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام، ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل، نوزع التحميل، يعني نوزع الزرعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزرعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زرعات، ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته. وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته، لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته، قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم. ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه، في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي. ملي. فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي، لا ملي. 3 ملي. ملي. سنتي سنتي ده حاجه ايه ده؟ لا مؤاخذه 3 ملي 3 ملي. فاحنا لازم يبقى فوق ال 3 ملي ده في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض يعني قول 5 مثلا ملي، 5 ملي ما هو 3 و3 ملي وملي وملي يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حته قالوا لها انت ما ينفعلكيش زراعه اساسا. فاحنا اخذناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم، انت ما عندكيش عظم هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش، فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطقم المتحركه. وخلي بالك الاطقم المتحركه دي حاجه سيئه جدا، ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعت الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمدة سنة وهما مش مثبته له. هو بيقول لي الحتة دي بتلخلخ بس هما ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسة. طبعا في الاكس ريز في الاشعة المقطعية هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجة كسر هنا في الحتة دي. هما ثبتوها، هما افتكروا ان السنان اتحركت من مكانها، واحنا لو فعلا لو سنة نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفترة هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا وثبتنا له الكلام ده كله. وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله بقى حلو جدا. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل. ايوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه. كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللثه
والمربع ده ان هو يبان والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان انا هعمل له الديزاين الفلاني انتر ركب. لا، احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 ل 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي الباتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحك. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضه قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك، وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه تقويم، نعمل لها تبييض هتبقى الدنيا زي الفل واللثه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول، وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج، في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده، بتتعمل من الايماكس، بتبدا تتلزق على السنان بعد ما تعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما بيتاثرش بالاكل بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهبش، يعني حاجات كده غريبة. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكلة مش باينة، ما يبينهاش إلا الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من أكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم كبير. مشكلة لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. إيه هو كيس الدهني الأول وبيبدأ إزاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده النوع حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو كيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا، ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه، لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن.
الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده الاطراف. الحته السودة دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السودة دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. ان حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام؟ بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد يعني كيس دهني فيه صديد لحد ما يوصل لحاجه اسمها اوكي سي اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر، بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقيناه ان هو اوكي سي، بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة جاية هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس. يعني احنا مشيلنا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السنه من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لإيه. لا حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقول لك انا مش رايح، انا همشي بالمضاد الحيوي، هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف، انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، تلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه، وهننضف كويس قوي، وهنحط لك عظم، وبعد كده نحط لك زرعات، وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعمير. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة، وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت، لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طبعا جدا طبعا. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتشرح، كم علمي رائع للغاية. وده مشاهد الدكتور انت بترديله يعني زي ما بيقولوا طبيعته. طبيعة مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبعا. طبيعة مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحلة يقولك لا انت بتردنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا انتوا. نورت ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكادي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.